طيب سيادة الرئيس، يعني حيث ان حضرتك تطرقت للجزء الثقافي، في سؤال كان من الاستاذ احمد محمد عفوا الاستاذ احمد محمد محمد رشاد من محافظه القاهره 32 سنه، فيما يخص الثقافه بيقول ان ناشر شاب ودائما يراودني هذا السؤال، وهو انه خلال الخمس سنوات الاخيره بذلت الدوله جهد كبير على الصعيد الامني والاقتصادي، وهناك محاولات جاده في مجال التعليم والصحه، ولكن على الصعيد الثقافي ارى ان المجهود ليس على المستوى المطلوب. على سبيل المثال للحصر، هناك ضعف في انشاء مجتمعات عامه جديده، وما زالت انشطه قطاعات مجتمعات عامه جديده وما زالت أنشطة قطاعات وزارة الثقافة تقليدية وليست على المستوى المطلوب. وبيقول إن هو لا يرى ربط ما بين نشاط وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة التعليم فيما يخص يعني الاهتمام بقطاع الثقافة على مستوى كافة المحافظات. مش عايز أكرر الكلام اللي أنا قلته في الإجابة على السؤال ده، وإن أنا قلت إن إحنا إذا عشان نكون منصفين في كلامنا وموضوعيين، زي ما قلت كده إن كل قطاعات الدولة المصرية يعني كانت يعني بعافيه خلال السنين اللي فاتوا، لكن اللي احنا المهم ان نقطه الانطلاق بدات، مش بدات عشان احنا موجودين وانا موجود هنا دلوقتي، لا، لان احنا اتحركنا في اطار خطه شامله للاصلاح الكامل بما فيه الثقافه. مثال يعني النهارده لو قلنا للسائل اللي بيسال على الثقافه بتعمل ايه؟ الثقافه محطتها يعني رصده ما يقرب من 560 600 مليون جنيه لصالح يعني تطوير تثقيف توعوي لملايين من الشباب، المسرح القومي وتطويره، انشاء عدد من المسارح الجديده، انا عايز اقول ده جهد الدوله بتعمله. ولكن النقطة اللي اتقالت اللي هو التنسيق ما بين التعليم والشباب والرياضة والثقافة وحتى الإعلام، ده يمكن يكون محتاج مننا جهد أكتر عشان أكون برضو منصف. بس عايز أقول إيه، حركتنا في كل الموضوعات كبيرة وبتحتاج وقت كبير عشان تجدوا مردود لها. احنا دلوقتي من سنتين فاتوا كانش المسرح ده موجود، المسرح ده متاح، كان موجود مسرح المنارة اللي موجود في شارع في محور المشير، ده برضو موجود بمنشآت أخرى جنب منه. زي ما قلت كده مدينة الثقافة الفنون هيبقى فيها، أنا مش عايز بس هي مش بالمنشآت، هي بالإرادة وبعمل القائمين في هذا الموضوع، هل عندهم إرادة إن هم يطوروا من أدائهم ويحسنوه عشان يعطوا الـ يعني الخدمة والأهداف المطلوبة. إحنا كمنشآت أنا بوعدكم إن إحنا بنعمل أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم. أنتوا موجودين معانا دلوقتي هنا الشباب، يعني لو عندكم فرصة إن أنتوا مش حد يعني مش هتغادروا النهاردة، روحوا شوفوا. بنتكلم على مسارح، بنتكلم على أوبرا، بنتكلم على متاحف، بنتكلم على مكاتب، بنتكلم على يعني تسموها جاليريز، تسموها كانتونات، لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري. أنا عايز أقول إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن إحنا خلال 2020 يعني سننطلق بشكل يعني قوي جدا، اثاره تبان لكل لينا كلنا كمصريين، وانا مصر على ان ده يعني احنا يعني بنسابق والله. وبرضه مش بقول ده عشان انا في الموقع ده ومش شكر في الحكومه، لا، بس يعني المسائل والتحديات كتير قوي، والوقت اللي احنا تأخرناه كبير قوي، فعشان تصل للمستوى اللي انت بتتمناه يعني انا بابا مثلا بتكلم في قطاع بعينه زي قطاع الكهرباء ولا حاجة، بقول هو يعني لما جينا نصلي نعمل اصلاح فيه
إصلاح جاد جدا وعميق جدا جدا. يعني التكاليف مش بس هي دي العقبة يعني، ولكن وبرضو الدكتور شاكر موجود معايا، يعني نتكلم في 600 مليار مش كده؟ فاتفضل دكتور شاكر. وبعدين معانا يعني عالم مش بس يعني معانا وزراء الحمد لله رب العالمين فاهمين كويس ويبذلوا جهد ومخلصين في عملهم. احنا يعني بنتكلم في الغالبيه يعني، لكن احساس الناس ان كان في احساس بين الطموحات والامال اللي موجوده لسه ما اتحققتش، انا بقول لهم ان شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم يعني نقدر نتحاسب بجد، نتحاسب بجد في 2020 واحنا طالعين في كافه القطاعات. الاثار تبان امتى؟ لما تيجي تتكلم في موضوع زي الثقافه ده موضوع ما يعني هو ده مش زراير يعني، ما تقدرش تقول النهارده خلاص هنحقق بقى في المسرح وهنحقق في الموسيقى وهنحقق في كل الانشطه المرتبطه بالفن مثلا في خلال سنتين ثلاثه، وان كان ممكن، بس ممكن ازاي يعني ان تتضافر جهودنا كلنا. لو النهارده بقول للاستاذ رامي انت مسؤول عن انتقاء مجموعه من الشباب الموهوب في حاجه معينه وانت لديك القدره على الفرز الجيد وقمت بهذا الدور، انت ساهمت معانا في انك في المجتمع المصري الكبير اللي انا دايما اقول فيه ان هو بيتمتع ولديه، عايز تعمل فريق كره قدم ينافس في العالم؟ ما تجيش على الجرح يا فندم. خلينا يعني مادام انتوا عايزين نتكلم في تقدر. وكان وزير الشباب مش عارف موجود ولا لا؟ موجود. بقول له في ثلاث حاجات لينا كلنا في كل شغل. انك انت محتاج في الانتقاء والفرز لاي حاجه. لو انتقيت وعملت فرز كويس ثم قمت بعمليه تاهيل وتدريب كويس ثم بعد كده عملت تقييم كويس ومتابعه للي انت عملته ده تجيب نتائج هايله. عايز تجيب فريق كره قدم كويس؟ مش ممكن تقول لي في ال 100 مليون مصري ما اقدرش اجيب 1000 شاب. لكن طب ايه الحكايه؟ اليات العمل بعافيه. وده ما يزعلش وزير الشباب ولا غيره يعني. يعني ده ما يزعلش، هو ده الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة. إن هم آليات العمل والاختيار عندهم آليات مستقرة وقوية وقادرة على إن هي تقدر، ده مش بيفرزوا في بلادهم بس. ممكن يفرزوا في بلادنا إحنا كمان، وياخدوا النجباء من عندنا يستفيدوا بيهم في بلادهم. فأنا أقصد أقول عشان بس ما الموضوع ما يتشعبش مننا. لا، في كل قطاع من القطاعات اللي انتوا بتتكلموا فيها موجود، ولكن ازاي توصل لهم؟ ولو وصلت لهم ازاي تدربهم وتجهزهم؟ ولو دربتهم ازاي تديهم الفرصه؟